بما ان احنا النهارده موجودين من ريجل هايتس، ريجل هايتس في مدينه العلمين الجديده وتحدي نجوم الجيل الذهبي، ولسه كنت عارفه منك قبل الهوا هتلعب في فرقه كابتن محمد فاضل. قولي بقى رؤيتك لفكره تنظيم وجود مهرجان زي ده في العلمين الجديده، وفكره زي دي فكره لطيفه كمان قوي، ودايما بنتكلم انه نجوم الجيل ده ليهم معزه كده في قلبنا كبيره ومعزه خاصه. احكي لي كده عن الفكره دي وتنظيم المهرجان ده بشكل خاص وتنظيم هذا التحدي كمان. طيب المهرجان او الفكره كمهرجان هايله، ويا ريت تتكرر على طول ويبقى فيه دايما ايفنتات للاعيبه مصر المعتزله، بيبقى يعني التقاء كويس جدا، ويمكن حتى الناس اللي شغالين في الاوتيل، الناس النزلة اللي في الاوتيل بتحس ان هم حابين الجيل دوت، لان دول كبوا معاه وطلعوا معاه، فبيبقى الاجواء بتبقى جميله جدا. انا بس اللي مضايقني حاجه واحده بس، مين اللي عمل الفرق؟ لان انا محطوط مع فرقه ما يعلم بيها الا ربنا. ليه؟ طب لا ثانيه واحده، انت عايز تغير الفرقه دلوقتي؟ لا خلاص بقى، غير فرقه ايه؟ انت من الاول كده بنحط شماعات من الاول. بحاول احط المبرر من بدري قدام الساده المشاهدين عشان يبقوا فاهمين ان انا يعني ابديت اعتراضي من قبل المباراه. انا فين ده الروح، ده العامل النفسي اهم حاجه، احنا دمرنا العامل النفسي كده للفرقه. ومين اللي قال لك ان انا ما بعملش كده عامل نفسي على ان الفرقه الثانيه تحاول ان هي تبقى يعني ما تحترمناش قوي عشان ننزل نكسبهم؟ هو كله نفسي. طبعا بس وده اللي انا عمال اقوله تحت لحسام غالي، اقول له انتوا فرقتكم جامده قوي، ما تتعبش نفسك. واحمد حسن اقول له انتوا جامدين جدا، بص احنا عمالين ناكل ونضرب في بيبسي ونضرب في شيبسي ونعمل مش عارف ايه، فانتوا يعني شغالين شغل كويس. لا بجد المهرجان حاجه جميله، وان شاء الله بقى النهارده تبقوا موجودين معانا. طبعا. طيب يعني بتاع الكاميرا بس ما يركزش معايا قوي لان مش قادر اجري، فيعني بس التاكتكس حضرتك هتوجه. طبعا خبراتي بقى، خبراتي كمدرب هتطلع النهارده بقى. بس لا ان شاء الله تبقى مباراه كويسه والناس تستمتع بيها، وبنادي طبعا بشكر طبعا المتحده وكل الناس القائمين على المهرجان ده، لان فعلا يعني زي ما بقول لك ملتقى مهم جدا وكويس جدا، واتمنى تكراره بشكل دوري يعني.